كانت الصحراء وجودا رائعا وغامضا في عيون الناس منذ آلاف السنين، واليوم أصبح التصحر تحديا مشتركا يواجه البشرية. وتعد الصين إحدى الدول التي تمتلك أكبر مساحة من الأراضي المتصحرة في العالم، وكيف يمكن الحد من التصحر؟ لو لم أكن قد رأيت الرمال الصفراء تحت قدمي والكثبان الرملية من بعيد، لكان من الصعب علي أن أتخيل أن هذا المكان كان لا يزال أرضاً قاحلة منذ 10 سنوات. هذه هي محافظة يانتشي بشمال غرب الصين. الدرع الجائر إلى تصحر أكثر من نصف أراضي هذه المحافظة، مما أجبر السكان المحليين على الهجرة وترك أراضيهم ومنازلهم. قبل 20 سنة تم إنشاء المحطة الوطنية الصينية لمراقبة النظام البيئي لصحراء موؤوس في هذه المحافظة. تنفذ الأساتذة والطلاب من جامعة بكين للغابات أبحاثا علمية حول الحد من التصحر ومكافحته في هذه المحطة. هذا النوع من الحواجز الرملية المربعة المصنوعة من أغصان الصفصاف الرملي يمكن أن يقلل من سرعة الرياح ويساعد على تثبيت الرمال، مما يخلق بيئة مستقرة نسبية لنمو النبات. وعند النظر إليه من ارتفاع عال تبدو الحواجز الرملية وكأنها رقعة شطرنج تبين مواجهة الباحثين لظاهرة التصحر. الحد من التصحر ومكافحته لا يعني القضاء على الصحاري، لأن الصحاري تشكل أيضاً جزءاً من الطبيعة. هنا ينفذ الأساتذة والطلاب مشاريعاً تجريبية مبتكرة في مجالات علم البيئة وعلوم التربة، ويستكشفون طرقاً جديدة للتعايش بانسجام مع الصحراء. احنا هنا في محطة بحوث جنوب سيناء في راس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء، وهي كواحدة من بيوت الخبرة لخدمة المشروعات الزراعية والأنشطة الزراعية التنموية في المحافظة. بذلت مصر الكثير من الجهود للحد من آثار ظاهرة التصحر وأسبابها، فمثلاً لمكافحة ظاهرة التصحر توجد الكثير من المشروعات القومية الزراعية التي تتم في السنوات القليلة الماضية، من أهمها طبعاً مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، والمشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع القومي أو البرنامج الوطني لتحديث نظم الري، ومشروع 100,000 فدان من الصوب الزراعية. مركز بحوث الصحراء له دور بارز في الكثير من هذه المشروعات، سواء بخبراته أو تطبيق مخرجات البحوث والمشروعات والجهود البحثية من خلال خبراءه وخبراته وأبنائه من الباحثين الشباب والأساتذة الذين لهم الباع كبير جدا في تنمية الصحاري ومكافحة التصحر. اليوم تستمر نسبة التغطية النباتية ونوعيتها في هذه المنطقة بالتحسن. وكتب الأساتذة والطلاب أوراقاً بحثية علمية رائعة على هذه الأرض الشاسعة، وقاموا ببناء سور أخضر عظيم. أدت الجهود لعقود متتالية في مجال الحد من التصحر ومكافحته إلى تراكم خبرات عالية لدى الصين. ولهذا السبب أتيت إلى الصين لمواصلة دراسة الحفاظ على التربة والمياه ومكافحة التصحر. وواصلت الصين أيضاً تعميق التعاون الدولي، وقدمت مساهمات إيجابية في الجهود العالمية لمكافحة التصحر. تم إنشاء المركز العربي الصيني للبحوث الدولية في مكافحة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي. وأتطلع إلى زيادة تعميق التعاون بين الجانبين في مجال الحد من التصحر ومكافحته لتحقيق نتائج مربحة للجميع
وجعل الصحاري مفيدة للبشرية. التعاون الدولي بين مصر ومعظم دول العالم في مكافحة التصحر ربما يكون من أهم صوره، هو إنها كانت يعني من أوائل الدول اللي وقعت على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أيضاً العديد من المشروعات المشتركة تمت بتعاون مع الصين فيما يخص مكافحة التصحر واستنباط الأصناف وتطبيقات الهندسة الوراثية وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين التراكيب الوراثية للثروة النباتية والحيوانية. نحن نؤمن بأن عملنا في مكافحة التصحر أو تنمية المجتمعات الصحراوية وتحسين سبل العيش لهذه المجتمعات وفتح آفاق جديدة للتنمية هو بمثابة رسالة، كما قال أجدادنا المصريين القدماء: تذكر أن الشجرة التي تستظل بظلها قد زرعها من كان قبلك، فاحرص على أن تزرع شجرة يستظل بها من يأتي بعدك.